فرقة البحث والتدخل البيري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران تواصل عملياتها النوعية بتفكيك شبكة إجرامية منظمة مكونة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و60 سنة. أوقعنا بهم في قضية التهريب الدولي للمخدرات ضمن شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، نقل المخدرات باستعمال مركبة ذات محرك تخزينها لغرض المتاجرة فيها، التهريب على درجة من الخطورة ماسة بالاقتصاد الوطني والصحة العمومية. فبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة إرزيو، جاءت نتائج العملية إيجابية وأسفرت عن حجز 11.5 كيلوغرام من الكيفي المعالج، مبلغ مالي من العائدات الإجرامية فاق 400 مليون سنتيم، حجز 5 هواتف نقالة ومركبتين كانت تستعمل في نقل وتوزيع وشحن تلك السموم.